حياكم الله. هو أحد الوجوه العشائرية البارزة، عمل في المجال البحثي لسنوات، شارك في هياكل المعارضة السورية من المجلس الوطني إلى الائتلاف، كذلك هيئة التفاوض التي كان ناطقا باسمها، أحد شيوخ عشيرة الجبور في سوريا والعراق ورئيس مجلس القبائل السورية، اليوم بات رئيسا للائتلاف الوطني خلفا للدكتور نصر الحريري. الشيخ سالم المصلط، مرحبا بك في هذه الحلقة من لقاء خاص. مرحبا بك، شكرا على هذه الدعوة. حياك الله، مبارك للمنصب الجديد. أشكركم، يعني حقيقة كل التقدير لهذه المحطة التي نعتز بها. أتمنى أن تأتي المباركة بعد أن نرى إنجازات على الأرض، يعني حقيقة مهمة ثقيلة. شيخ سالم المصلط، بإذن الله نعمل كفريق بإذن الله. بإذن الله. على سيرة الانتخاب، نعم، مبدئيا البعض يقول أنت لم يتم انتخابك شيخ سالم المصلط، الجميع كان يعلم أنك آتٍ لهذا المنصب، الوضع بالائتلاف أصبح بالتزكية؟ لا، الموضوع ما هو موضوع تزكية أستاذنا الكريم. نحن في وضع مرحلة حساسة، وكان يعني خطة الائتلاف، وهي جرت يعني في السنوات السابقة، أن يكون هناك توافق على شخص معين دائما، بدل من الدخول في يعني أمور انتخابات. لكن يعني عندما يجري توافق على شخص معين كنا ندفع، لكن الشخص هو ليس اختيار شخص، هو اختيار الفريق الصحيح لقيادة مرحلة. هي جرت انتخابات، وانتخابات حرة يعني، والصندوق كان موجود والكل حر يعني، يعني تعرفون هيئة سياسية، البعض توقع أن تخرج بمجموعة، لكن النتائج غير، لم تكن مثل متوقع لبعض أشخاص. هذا يعني أن كل من هو في الائتلاف حر بالإدلاء بصوته. ترشح سالم المصلط، أو رشحوا سالم المصلط زملائي بالائتلاف لرئاسة، كان للأخوة الزملاء مطلق الحرية أن يضعوا ورقة في هذا الصندوق إما ضد أو مع. حقيقة خيارهم هو خيار لفريق وليس خيار لشخص. هو البعض يطرح السيناريو التالي، أنتم شيخ سالم المصلط أتيتم في هذه المرحلة لأنكم يعني أحد المحسوبين على العشائر السورية والقريب يعني، ورئيس مجلس القبائل السورية، وهناك علاقة تربطكم بالرياض، لذلك هناك توافق تركي قطري على أن تفسح مجال للسعودية للرياض، فأتيتم نتيجة علكم تفتحون خطوطا مع الرياض، هكذا يقال. يعني بالنسبة للخلفية اللي جيت منها، أنا هي خلفية سورية قبل أن تكون عشائرية. الإطار الأكبر هو الوطن، العشائر نعتز بجذورنا، نعتز بخلفيتنا العشائرية، لكن الأهم من ذلك هو اعتزازنا بوطن كبير يعني جئنا منه. الموضوع الآخر موضوع الدول، والله نعتز بكل أشقائنا، نعتز بمواقفهم من بداية الثورة. بداية الثورة كانت ربما أكثر كثافة، أكثر تركيز. الجميع يسعى في الائتلاف أن تكون علاقاتنا مع الكل علاقات صحية. لم يدفع بسالم المصلط من أجل هذا الأمر، لأن ما يهمنا أكثر هو هم السوريين، إن كانت لنا علاقة مع دولة معينة لأكمل لك هذه الجملة، فهي لتصب بمصلحة أهلنا في سوريا. نعم، قلتم بالأمس السعي لإعادة مركزية الثورة، وهذه الجملة لفتت كثيرين حقيقة شيخ سالم المصلط. إعادة مركزية الثورة ماذا تعني؟ وهل أنتم قادرون على فعل هذا الأمر؟ إعادة المركزية للثورة. حقيقة الثورة هي محور اهتمام السوريين بالكامل، محور اهتمامنا جميع. عندما نعمل بصدق ونعمل بثوابت شعبنا، فالكل سيكون له موقف واحد. أساس عملنا أن نعمل يد واحدة وكلنا متحدين، نسعى أن تكون مؤسسات المعارضة مؤسسة واحدة
وليست مجرد تعرف المؤسسة والغطاء الشرعي هو الائتلاف، لكن يتبع الائتلاف مؤسسات أخرى، مؤسسة تنفيذية، الحكومة المؤقتة، الجيش الوطني، أيضا هناك القضاء، هناك وحدة تنسيق الدعم. الائتلاف داعم لكل هذه المؤسسات، وستثبت الأيام أننا حقيقة مؤسسة واحدة. دعم مطلق للحكومة المؤقتة، لرئيس الحكومة المؤقتة، لأعضاء الحكومة، الوزراء، أيضا للقادة، قادة الجيش الوطني. لكن هذا كله يحتاج لتضافر الجهود. هو البعض يقول لك هذا ودعم كلام عام. الشعب لهذا الأمر. هو البعض يقول لك هذا كلام عام. لو تقول لي مثلا شيئا معينا بعينه، محددا نعم. بعينه سوف تنوون فعله في بداية مرحلتكم القادمة لتحقيق هذا الأمر. نعم. الائتلاف مؤسسة سياسية قبل أي أمر آخر. هي ليست معنية بالأمر، الأمور الإغاثية. هناك مؤسسات تتبع الائتلاف تعمل لذلك، لكن قرب الائتلاف من الداخل، قرب الائتلاف من الشعب السوري، من المعاناة، هذا يسهل المهمة أكثر. الائتلاف هناك مهمة سياسية للائتلاف أيضا، لا يمكن يعني أن نغلب مهمة على أخرى، إنما سنعمل بكثافة على المسار السياسي وعلى المسار الداخلي. الزيارات ستكون كثيرة في الداخل، ونصف الائتلاف موجود في الداخل، مقرات الائتلاف في الداخل صارت يعني جرت اجتماعات كثيرة العام الماضي، وبإذن الله اجتماعات مكثفة وكثيرة مع أهلنا في سوريا. لن يكون هذا مجرد يعني كلام في الهواء، لكن عندما تجلس وتستمع لمعاناة الناس، لطلبات الناس، وتترجمها لمطالب لأصحاب القرار سواء دول أو غير، هذا يعني يجعلك خطيت خطوات باتجاه تحقيق بعض الأمور. يعني تعلم الائتلاف من مؤسسات الائتلاف هيئة التفاوض، اللجنة الدستورية، هذه كلها تعمل لخدمة هذا الشعب. لكن شيخ سالم، الناس ربما يعني هناك هو بينكم وبين الناس. نعم. البعض يقول هناك ثقة مفقودة بينكم وبين الناس، ولعلك شهدت أنه بعض شخصيات الائتلاف عندما نزلت إلى الداخل السوري تعرضت لي يعني ما يشبه الشتائم أو السباب، أو الناس غاضبة وتقول أن هذا الائتلاف يعيش في واد ونحن نعيش في واد، يقولون أنكم منفصلون عن الواقع تماما. شيخ سالم المصلح، يعني هذا نسمع أحيانا من الإعلام، وأعتقد فيه مبالغة يعني الناس كثيرة. الناس تقول هذا الكلام. نعم طبعا، يسلط الإعلام الضوء على هذه النقاط، لكن يغفل أحيانا الإيجابيات. التقينا بالناس، يعني هذا الأمر لم نسمعه هناك في الداخل. السنتين الأخيرات أنا قضيتها بين أهلي في المناطق المحررة، وكنت أتمنى أن تكون كل سوريا محررة لنعود لها، لكن ما سمعت مثل هذا الكلام. كان مرحب بأعضاء الائتلاف، بفود الائتلاف. هناك بعض الأفراد التي تدفع باتجاه تصرفات حقيقة سلبية لغايات معينة، أو أنها تتبع لجهات معينة، لكن بشكل عام لا، الائتلاف هو ائتلاف الشعب السوري، وما رأيناه من الشعب. وأتمنى يعني على هذه المحطة المهمة أن ترافقنا في جولاتنا القادمة، ونحن معكم لترون. نحن معكم، لكن ربما سامع يسمعك ذلك، ربما سامع يسمعك الآن يقول يعني أنت أنه الناس لا والله يعني تحب الائتلاف، فهذا من جهات معينة، يعني هناك هذه على طريقة بشار الأسد، يعني عليكم مؤامرة كونية. إحنا لا نريد الناس أن تحب الائتلاف أو تحب شخصيات الائتلاف، لكن نريد يعني من المدفوعين للإساءة لمؤسسات المعارضة أن يخف. من هم؟ لا لا أعرف أحد لا أسمي، لكن أنا أتكلم إن تحدثنا بشكل عام، لا، الشعب السوري مع مؤسساته، وأنا شاهد ذلك. هناك المؤسسات، لا توجد مؤسسة دون أخطاء، هناك أخطاء يعني لدى المؤسسات، لذلك هو المرحلة هذه عنوانها الإصلاح. سمعنا طبعا، لا حقيقة لا يزعجنا ما نسمعه من أهلنا عندما يتحدثون بنوايا صادقة، لأنهم محقين في بعض الأمور، تحدثوا الكثير عن الإصلاح، نسعى في هذا الأمر،
ونتعاون معهم أن يشيروا إلى النقاط السلبية نتعاون على تغييرها. طيب المرحلة هذه سنبني بإذن الله على الأمور الإيجابية، وإن كان من أمور سلبية يعني سابقة هذه سنطويها وننتهي منها. المرحلة هذه هي مرحلة حقيقة، مرحلة نقل القرار للشعب السوري، وليس فقط احتكار القرار لمؤسسة أو مؤسسة أخرى. كيف نقل القرار للشعب السوري؟ البعض يقول لك شيخ سالم المصلط قراركم أنتم في الائتلاف، نعم، يعني هناك تداخلات إقليمية قوية جدا في قراركم، تداخلات إقليمية قوية جدا، لماذا تذهبون إلى أستنى؟ عندما يكون حل يرفع هذه المعاناة سنذهب إلى أبعد نقطة، باستثناء مناطق طبعا هذه خطوط حمراء. طب وما الذي حدث من ذهابكم إلى أستنى؟ لكن المسارات كثيرة وبدأت في جنيف. موضوع خفض التصعيد، يعني أستنى أفادت في موضوع خفض التصعيد في مناطق هذا، مفاوضات جنيف يعني نتج عنها القرار، أو بيان جنيف حزيران 2012 وتلاها يعني جولات من 2014 وبعدها، كان القرار 22-54 نحن ملتزمين، لكن أنت أمام نظام مجرم ونظام مماطل ودول داعمة يعني حلفاء لهذا النظام. المهمة ليست بالسهولة، مهمة صعبة، لكن نسعى لأي جهة تساعدنا على رفع المعاناة عن هذا الشعب. وما الذي بقي من 22-54؟ البعض يقول أفرغ تماما من محتواه السياسي، وبالتالي مهمتكم يعني أنتم في الائتلاف كمهمة سياسية أفرغت تماما. المعارضة خيارها الاستراتيجي هو الخيار السياسي لا شك. الخيار السياسي خيار مكلف وتعرفون أنتم الأسباب، لكن على ثقة أن الأمور بالنهاية ستأتي بحل. لا يمكن أن نجلس في مكاتبنا وننتظر أن تأتي، لكن نذهب حقيقة إلى أبعد حد في سبيل رفع هذه المعاناة وإزالة هذا الإجرام من دمشق. عندما أتحدث عن معاناة إذا سمحت لي، حقيقة معاناة كبيرة للشعب السوري النازح واللاجئ والكثير، لكن أيضا تحزننا معاناة أهلنا داخل سلطة النظام، الطوابير التي نراها والمجاعة التي نراها والعطش التي يتهمون أطراف أخرى وهم المسببين لذلك. نتمنى أن يكون هناك حل قريب لهذه المحنة، يكفي الشعب من معاناة. إنما عندما تقول لا توجد حلول، الحقيقة الدول أصبحت يعني صاحبة قرار في هذا المسارات السياسية. نأمل أن يعي المجتمع الدولي أنه حان الوقت لاتخاذ القرار الذي يرفع المعاناة. طيب البعض يقول لك شيخ سالم المصلط، الائتلاف خلال السنتين أو ثلاث سنوات الماضية أو ربما الأربعة الماضية الحقيقة تحول إلى تنسيقية، هو يصدر بيانات يدين يشجب يأمل يستنكر وفقط. هل المرحلة القادمة سوف يكون هناك تغيير؟ بالنسبة للائتلاف هناك دائرة العلاقات الخارجية، وحقيقة تعمل بشكل مكثف بتواصلها ولقاءاتها واجتماعاتها، ليست مجرد بيانات أو شجب أو لا، هناك عمل جدي، لكن ربما لم يطلع الإعلام على نشاطات الخارجية للائتلاف أو خلال يعني الفترة الماضية. نسعى بإذن الله، أولا تحتاج لدعم دول حليفة وصديقة لك. لذلك رسالتنا لأشقائنا أن يكونوا على عهدهم السابق بوقفتهم مع الشعب السوري. نتمنى من الدول العربية الدول الشقيقة أن تعيد النظر في بعض الحسابات. هذا الشعب لا يكن إلا كل احترام لهذه الدول،
ويقدر المواقف وإن كان أدار ظهرها الدول. الشيخ سالم المسلط أدار ظهرها الدول للسوري؟ لم تدر ظهرها الدول. نعرف ما قدموا للشعب السوري في فترات الثورة، وأنا أكثر من يعرف ذلك. يعني نتمنى أن تزول الخلافات بين الدول، هذا ينعكس إيجابا علينا. الأجواء جيدة الآن بين السعودية وقطر، الأجواء بين السعودية وقطر نتمنى أن تكون الأجواء جيدة بين الجميع. هذه المصالحة بين السعودية وقطر انعكست إيجابا عليكم في الائتلاف؟ نحن لا نريد أن تنعكس على الائتلاف، نريد أن تنعكس على الشعب السوري، على عمل ونتمنى أن يعني خلال المستقبل القريب أن يكون لها نتائج. نتمنى أن تكون العلاقات بين كل الدول كما كانت في السابق، لأن الخلافات لا تخدم إلا أعداء هذه البلاد. إيران تتربص بكل المنطقة، هي محتلة لسوريا ومشروعها يهدد يعني المناطق الأخرى، سوريا ولبنان واليمن وعواصم أخرى، هي عبارة عن جسر ومعبر لمخطط إيراني، مخطط حاقد. نتمنى أن نصحى جميعا ونقف بوجه هذا المخطط. طيب، على سيرة علاقتكم مع الدول، البعض يقول هذه نقطة ضعف وخاسرة رخوة في الائتلاف، مسألة علاقته مع الدول، لأن الموضوع تحول إلى ارتهان أو ما يشبه الارتهان لرغبات هذه الدول. يعني ما المقصود بعلاقة مع الدول؟ الدول الصديقة التي يفترض أنها يعني دول صديقة للثورة السورية. يهمنا أولا أن تكون العلاقة مع أهلنا وشعبنا، وهذا المؤسسة تمثل الشعب السوري، لكن نتجه يعني أسلفت نتجه لأي جهة يمكن أن تساعد في رفع المعاناة. ليست علاقات مع دول، علاقاتنا مع كل الدول، والعلاقات جيدة مع كل الدول لا ننكر ذلك، لكن لا نحمل أجندات الدول. إن كان من يساعد ولا تنفذون رغبات الدول؟ ما هي رغبات الدول؟ يعني البعض يقول أنه يعني أصابع التدخلات الإقليمية واضحة أحيانا في بعض تصرفات الائتلاف. لا، ليس ذلك الائتلاف حقيقة، يعني كثير من الأمور الائتلاف هو صاحب القرار فيها، لكن عندما نتحدث لا نتحدث عن المؤسسة، نتحدث عن يعني الكم الكبير الذي تمثله المؤسسة وهو الشعب السوري. يهمنا جدا أن تكون العلاقة بين هذه الدول وبين مأساة الشعب السوري علاقة يعني أخوة، يعني تحتاج الشعب السوري لوقفة من الدول، من الأشقاء، من الأصدقاء. هذا يعني لا، أما موضوع كمؤسسة لا، يعني سواء كانت هذه الدولة راضية علينا كمؤسسة أو غاضبة علينا كمؤسسة، هذا ليس مقياس. إن كانت لها مواقف إيجابية مع شعبنا، هذا ما نقدره ونحترمه، لكن نميز بين الصديق وبين العدو، نميز بين الشقيق وبين العدو. لنا أشقاء، لنا أصدقاء، لكن في المقابل لنا أعداء. يعني ترون من يعبث بسوريا مع هذا النظام من حلفاء ومرتزقته. أحيانا الأصدقاء يعبثون كذلك، ليس كذلك؟ لا، ربما لا. عبث الصديق أشد خطرا من عبث العدو. يجب أن نركز على أعدائنا ولا نجعل من أشقائنا وأصدقاء أعداء لنا. يجب أن نركز على العدو الحقيقي، النظام وحلفاء النظام. طيب، لكن دائما ننظر للشقيق كشقيق وصديق كصديق، لا ننظر لهم بنظرة أخرى. طيب، قبل الشقيق العربي الآن الشقيق السوري. عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة المؤقتة، نعم، كانت هناك خلافات قوية بينكم وبين الحكومة المؤقتة، ما تزال هذه الخلافات؟ لا توجد خلافات بين المؤسستين. إن أردت أن تتحدث في الماضي، أنا لا أتحدث في الماضي، أنا أريد أن أتحدث من هذا اليوم. لن تكون هناك خلافات بين الائتلاف وبين أي مؤسسة تتبع الائتلاف أو أي مؤسسة معارضة نهائيا، ولن نقبل بأن يكون خلاف. داعمين بالكامل للحكومة المؤقتة برئاسة أخينا العزيز الأستاذ عبد الرحمن مصطفى، للوزراء الذين هم حقيقة كفاءات وموجودين، لكن ما زالت هذه الحكومة يعني ضمن إمكانيات محدودة.
لذلك نسعى أن يكون هناك دعم لهذه الحكومة باقي في مصر لتمكينه. لن تسعوا إلى تغييره عبد الرحمن المصطفى؟ يعني التغيير هل من مخالفة من عبد الرحمن المصطفى حتى نغير؟ هناك يعني فترة رئاسية، أنت تريد أن تدخلني في لا 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 نحن نسأل لكن يعني. سؤال شيخ. نعم لا لا أبدا أنا أجاوبك بصراحة، لا نسعى لأي تغيير الآن، نسعى لدعم الحكومة المؤقتة، نسعى لدعم أخينا عبد الرحمن كونه رئيس الحكومة المؤقتة وكل وزاراته، ندعم كل مؤسسات المعارضة، وهذه أكرر هذه الجملة، سنكون داعمين لكل مؤسسات المعارضة وجعل مؤسسة واحدة. طيب. قرار واحد، خطواتنا مشتركة مع بعض، عملنا مشترك، نتشارك ونتحاور ونتشاور في قراراتنا. متى سوف تدخلون للداخل؟ الداخل دخلنا من السابق وسندخل بشكل كامل. متى؟ بشكل كامل موجودين مقرات موجودة المقرات في الداخل. الداخل موجود مقر في عزاز، مقر في نبع السلام، الآن هناك بناء المقر، يعني مقر في إعزاز. نتحدث عن العمل الدائم، يعني تعملون بشكل دائم متى؟ العمل والله العمل كان في السابق كثير ومكثف، لكن حقيقة البعض يعني يغمض عين ويفتح عين على أمور أخرى. نحن نريد أن يعني ينظر الإعلام بكلتا عينيه إلى ما أنجزه الائتلاف بالداخل، و بإذن الله ستكون خطة العمل مركزة على الداخل بشكل مكثف، تواجدنا دائما في الداخل. هل يمكن أن يكون لك مكتب دائم شيخ سالم المصلط في الداخل السوري المحرر وتكون موجود به دائما وتترك اسطنبول؟ موجود، أنا من أكثر من سنتين أنا خارج اسطنبول، ماني ساكن اسطنبول، لكن جئت. أنا لا أتكلم عن نفسي، يعني أنت أخذتني لي لا كرئيس ائتلاف المؤسس. كرئيس ائتلاف أنا موجود بالداخل من فترة، وهي ليست عودة للداخل، نحن أبناء الداخل، أنت ابن الداخل، أنت موجود هنا، لكن أنت تتكلم بهم أهلك السوريين. أم أنا مخطئ؟ إن شاء الله أنه هذه مهمة ثقيلة، لكن هم السوريين يقولون أنتم الائتلاف في الخارج. سيد الكريم، نريد أن نراكم بشكل دائم. نعم. بشكل دائم، ليس دخول يعني وخروج. الائتلاف أنا لما تكلمت عن الائتلاف تذكر كلامي، الائتلاف مؤسسة سياسية، لقاءاتهم يعني مع الوزراء والسفراء والوفود وين نتم؟ هل بالإمكان أنها تتم؟ احنا نتمنى أنه تجينا الوفود وتقابلنا بعزاز. أنا الآن أنقل كل حقائبي وأسكن هناك، أنا ما عندي مشكلة ومنتقل هناك، لكن لقاءاتك تجريها دائما خارج سوريا، وطبعا الدول تحسب لي أمور أمنية، علما أن المناطق المحررة يعني فيها أمان ومهيئة لأكبر اجتماعات سواء مع دول أو ممثلين دول. نرحب إن كانوا يرغبون البعض أن يجتمعوا بنا في الداخل، ومرحب بهم في مقر الائتلاف. ليس الموضوع أن الائتلاف في الداخل أو الخارج، الائتلاف في الداخل، عمل الائتلاف ونشاطه في الداخل إن كان له مقر في اسطنبول أو في مكان آخر خارج سوريا أو ممثليات في الخارج. جميل. فهذا العمل السياسي بهذه الطريقة، لكن مهم جدا بالنسبة لنا استمرارية التواجد في الداخل. قبل أن أختم، الوقت دهمنا سريعا، ماذا بخصوص الجيش الوطني؟ هل هناك دعم أكثر؟ هل يمكن أن يشهد مرحلة جديدة الجيش الوطني؟ الجيش الوطني والله يعني هناك مساعي بين قادة الجيش لتوحيد يعني هذه التوحيد لهم تحت راية واحدة. عمل الجيش عمل الآن عمل منظم أكثر من السابق، التفاهمات كثيرة هناك، يعني تجاوزوا مرحلة الخلافات وهذا الأمر جيد، لكن هناك يعني عمل مكثف على موضوع الشرطة ودورات الشرطة. يعني إذا كانت اشتباكات عناصر هنا وهناك، يعني نقول أن الجيش الوطني لا، هذه أحداث تحدث في كل مكان. أراك تحاول أن يعني شيخ سالم المصلط أن تصفر المشاكل، والمشاكل أحيانا تكون ضخمة وكبيرة. لا يعني احنا
احنا نتمنى ان يكون صفر مشاكل. هناك مشاكل، واحد لا ينكر هذا الشيء، لكن مشاكل ان شاء الله انها بسيطه ويمكن تجاوزها. تجاوزها ان تكون بالقرب من الناس هناك، ان تسمع لما يريده الناس هناك، ان تنفذ ما يقوله الناس وليس ما تقوله المؤسسه. طيب، هل تعلن، هل يمكن ان تعلن ذمتك الماليه على العلن كشخص؟ أنا جئتك بلباسي هذا، ما أملكه. كم راتبك؟ ما تقاضى راتب. أنت رئيس الائتلاف بدون راتب شهري؟ لم أتسلم راتب الائتلاف الجديد حتى أعرف كم هو رئيس الائتلاف. هناك مخصصات شهرية. نعم. هناك مخصصات شهرية، لكن بعض السوريين يقول هي مخصصات خيالية. كيف خيالية؟ يعني يطلقون أرقام، مثلا يقول لك والله رئيس الائتلاف يأخذ 20,000 دولار، 30,000 دولار. يعني أنت يمكن لو جمعت الهيئة السياسية بأكملها ما تأخذ 20,000 دولار. لا لا، خلينا يعني واقعيين، ما في من هذه الأرقام، ما في من هذه الأرقام. أنا يعني أكد لك الأعضاء الهيئة السياسية والهيئة الرئاسية يتقاضون رواتب حقيقة تسد. كم إيجار. كم الرقم؟ قل لي الرقم. والله لا أعرف هذه الأمور. يمكن يعني لو جئت إلى مؤسسة الائتلاف دون كاميرات ودون هذه لكنها أرقام متواضعة، تجد متواضعة جدا، ستجدها أمامك. طيب. أما على العلن يعني هذا الكلام يؤول إلى تأويل. إيه هو أخرى. لأنه يقال كلام كثير يعني. لا أنا أؤكد لك. إيه؟ من هذا المكان عبارة عن رواتب رمزية لسد احتياجات تنقلاتهم وسكنهم، هذا هو فقط. شكرا جزيلا لك الرئيس العاشر للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الشيخ سالم المصلط. حللت أهلا ونزلت سهلا، ونتمنى لك التوفيق في عامك هذا. شكرا، شكرا لكم، شكرا لهذه المحطة حقيقة الموقرة التي نفتخر بها. شكرا لك. الأسبوع القادم حلقة جديدة من لقاء خاص. في أمان الله.